اوكي جايز، فيديو فيت في ديال غادي نتريدي. مش حد صراحه درت لكم في لاشين اي توحش ندير لكم واحد الفيديوهات هكا تشوفوا كيفاش كنتريدي اون لايف. دونك عندنا الجولد، عندنا فوالا كونت ريال، كونت ريال شو راودكم باش نوريكم كومون كيفاش نخدم. حتى فيه تقريبا واحد 1000 اورو راه هنايا، المهم فيها 1200 راه ديجا بديت كنتريدي فيه. غادي نتريديو في الجولد وفي في لي ستوكس. اوكي دونك كنظن بانكم كتشوفوا معايا كلشي. هادو هما لي بير اللي كنتداول فيهم بزاف. دابا حاليا الجولد راه محرك، هذه الوقيته ديالو. دونك انا كنشد الفريم ديال الفايف مينيتس وكنبقى نعطيوه الشحط ان شاء الله يكون غير خير. انا البروفيل ديالي كنبغي نشري اكثر من بيع، دونك ديما كنساين الوقيتات ديال الباي، وكان بلاصي لا استراتيجي اللي كنت وريتكم ديك المرات، كان بلاصي البيندين اوردرز في الباي. دونك دابا غادي نبدا كنحط، لان راه خواو ليا غادي نبدا كنحط شي وحدين. انا غنوريكم دابا لي ستوريك. حاليا دابا عندي 60 اورو ولا 60 باوند ديال الربح. هادو هما اطون نكبر لكم داكشي باش تشوفو مزيان. اوكي هادو هما، هذا هو لي ستوريك. اوكي هادو عاد كنت كنتريتهم دابا شويه، هاد يلاه مع 3 و4. دابا حنا 3 و4 تقريبا باش تسدات هادي. دونك فوالا دي بتي تريد دي بتي لو. كان سكالبي ممكن نسالي النهار ديالي عادي ترونكيل، ما كنقلبش على ماشي ربح خيالي. بقيت كندخل واحد 50 في النهار، 30 ما بين 30 و50 مزيانه ليا باش ما كنضيقش الوقت فيها بزاف. هذه الوقيته عندي الصراحه ما بين ديك الجوج الاربعه في كنتريدي بزاف، وكنبقى حل الشرط الا بانت لي شي حاجه كندخلها. اوكي و 3 ونص كيبدا الماركت ديال كيتحل السوق ديال الاسهم. اوكي دونك دابا ندوزو للتريد. غادي نبلاصيو لي باي ليميت ديالنا. اوكي دونك ندير نوفيل اوردر، غادي نحط واحد باي ليميت. الوغ فين الوغ غادي نحطو هنايا في هاد الجهة هادي. اوكي 1812 و60. اوكي 1812 60 تيك بروفيت. غادي نديرو هنا 1814. اوكي و ستوب لوس غنديرو هنايا 1811 160. 1811 160. اوكي دونك فوالا انا غادي نريسكي ب 8 باوند. اوكي و غادي نربح تقريبا 11 باوند. دونك غادي نحاول نقاد هذا شويه. اوكي ونحاول نطلع بروفيت هنايا. ديك الساعه ممكن تقادو، انا كنديرهم في الاول غير وكنحاول نقادو كيفما بغيت. اوكي دونك هذا الاولاني، غنحاول نحط واحد اخر هنايا باي ليميت كيف ديما. دونك هنا غادي نحطو في هاد الجهة 1856. اوكي 1856 تيك بروفيت غنديرو في هاد الجهة، نديرو في هاد الجهة هادي. انا صراحة ما كبرش بس نديرو في 1810. اوكي 1810 و ستوب لوس نديرو في 1805. اوكي ما تنساوش اكسبيرياسيون، ما تنساوش دات ديكسبيراسيون ديما دير جوج جوغ سبيسيفي وبعدو بشي 3 شهور ولا 5 شهور المهم باش ما يتسدش. هداك الاخر راه نسيتو الصراحة. اوكي دونك احنا حطينا هذا، هذا نحاول نهبطو شوية صافي ونخليه. وهذا غنطلعو شوية ما ريسكيش بزاف. باقي اوكي دونك هادو غنخليهم بحال هكا. غادي نمشي نموديفي هذا اللي كنت حطيت هنا، وغندير له هذيك اللي قلت لكم جوغ سبيسيفي باش ما يتسدوش ليا. اوكي صافي دابا غادي، دابا هادو غنخلي لي مازال صراحه نقدر نزيد واحد اخر هنا في هاد الجهه هذا، كاين واحد سوبر زويون غادي نزيدو. بالنسبه لي غادي يسولني فين كندير كنتريدي، دونك في تي او ماركت هو اللي كيناسب الاستراتيجيه ديالي بزاف، لان ما فيهاش لي سبريد بزاف و تيقبل بالسكاربينغ، دونك تنمشي بيه صراحه مرتاح. دونك غتلقاو الليان في صندوق الوصف، راه الا لقيتو شي مشكل غير تقيدو من الليان. وراه ممكن صديق ديالنا اسامه اللي خدام معاهم تما مغربي يتصل بكم ويعاونكم في كل شيء، في الديبوزيت، في الفاليداسيون ديال الاوراق، داكشي كامل يقادو معاكم. يعني حتى الا كنتو باغيين تعلمو التريدينغ راه ممكن يعلموكم تما، يعني ما تخمو في حتى شي حاجه. الوغ هنايا غادي نحل باي لانها في بوزيسيون داشا زوينه. اوكي
اك غادي نحل هنايا باي، غادي نديك البروفيل ديالي غنديرو قريب، نديرو هنايا وغادي نقري، يقدر يعكس عليا ماشي مشكل. اوكي مي بوزيسيون داش دونك ها هو محلول هنايا وغادي نساينو، يقدر يعاود يهبط لهنايا نعاود نحلو. اوكي حاجة أخرى، في هاد الوقيتة هادي كندخل نشوف الجروب ديال الـ AIA شنو حط وكنتبعو. دونك ها هو حط هاد ديما في 3:30 كيبدا كيلوح لنا لي بوزيسيون. دونك امازون باي ستوب، باي ستوب امازون، جوجل توا باي ستوب. دونك انا باش ما نتلفش معاكم غنبقى نطري ديغي في الجول، مي مولف كندخل حتى لهادو. دونك AIA لاباج ديالهم ها هي هنايا، راه غنخليكم كلشي في صندوق الوصف. اوكي دونك نكملو الخدمة ديالنا. دونك حاليا راني في ناقص 9 دولار ولا باوند ديال الربح ديال الخسارة ديال الربحية هاديك. دونك غادي نساينو، غادي نسايلو، حنا كنخدمو في الام ام 5 ياك. دونك هاد الباي ليميت اللي حطنا هنايا هو اللي غادي يعوض ليا هادي. دونك غادي نحاول نسد الاخرى في البوان دونتخي وهادي غنسدها في الربح ان شاء الله. دونك هادي هي لا تكنيك. يعني كيما كتشوف ام تي 5 لي زوين سيكو تيخليك تشوف لي بوزيسيون قدام ديالك، مثلا السهم الزرق هو الباي وهذا الاحمر هو بانك خرجتي. دونك انايا كنت دخلت هنايا وخرجت، هادو هادي كانوا عكسوا عليا وعوضتهم بهاد البوزيسيون هادي. هنايا دخلات 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 دخلات، الحمد لله كلشي غادي مزيان. دونك هنايا نورمالمون خصنا نساينو ان شاء الله غادي يعاود يطلع باذن الله. دونك صبروا ما تبانيك عادي، ثق في الاستراتيجيه ديالك ويكون غير الخير. كما كتشوفوا راه ما خدمتش، خدمت بلا ستوب لوس لان راني حاضي الماركت. ملي ما كنكون كندير ستوب لوس ملي بحال الشكل ديال هادو، ملي ما كنكونش حاضيهم فهمتيني، ملي تكون هنا حاضي ما تنديروش، خدم بلا ستوب لوس. دونك هو هنايا غادي يبدا يرجع ان شاء الله، خاص غير تاكتيفا ليا هادي. دونك اكزاكتومون كيف قلت لكم غادي يطلع من هنا، من الساعه هذا ما تحلش ليا مالوغوزمون. ماشي مشكل، البوزيشن صراحه دخلت فيها هنايا كانت شويه مريسكيه، مي غنخليها، غادي نخليها سوا غنسدها في البوان دونتخي ولا نسدها بشي خسارة قليلة. هاهي دخلات، غادي نسدها مانيوال وغادي نحاول ندخل من التحت. اوكي اميس اش كدير؟ اجي بغيتي تبان؟ ماشي سلم عليها وتعوض. يلا اجي تريدي معايا، قلنا واش نسري الجولد ولا نبيعه. يلا خلينا نخدمو دابا ولدي. لا دونك كنظن غادي نسدها بأقل الخسائر. ولا طلعت راه غنسدها بالربح، غنسد عليا لأن الدخلة اللي دخلت معجبتنيش بزاف. دونك سديت عليا، سديتها ربحت فيها شي سنتيم ولا ماعرفت شحال، هانتوما هادشي. دونك ربحت فيها 74 سنتيم، غنحيد عليا معجبتنيش ديك البلاصة، غنحاول ندخل من التحت أحسن. الوغ نتفليكس دار واحد مخيرة هادي نتفليكس، غادي ندخلها واعرة، غادي نحاول ندخل هنايا. اوكي غادي نشوف شحال ندير، ندير واحد 0.02 ولا ندير 5 كاع. يلا ياك غادي نديرها لونغ تيرم، لا طلعت لهنا وغندير ستوب لوس ديالها هنايا. اوكي غادي نضرب 15 باوند وغنربح تقريبا 74 باوند. دونك غادي غنساوها، نرجعو للجولد، نساينو يهبط تسلا با با با. دخلات رائعين، دخلات رائعين، غندير فيها 0.01 و نخليها تمشي تعيش. غندير ستوب لوس ديالها هنايا هنايا. اوكي نشوف ادوب، كل شيء عندك جاب بي سي مزيانه، هادشي كله مزيان لينا. غندير فيها 0.02 ونخليها تعيش حتى هي، نحطها هنايا غندي فيها 20 باوند وندير نخليها بلا ستوب لوس. هادي اديسكا سبريد طالع بزاف، شي سبريد فين في مواصل امازون مخيره، مي الكابيتال اللي داخل بيه ما يسمحليش صراحه نتريدي فيها، غادي نفوتها. دونك صافي حنا ديجا دزنا في البينيفيس هنايا الحمد لله. ادوب في تسلا،
نقاط دخلنا فيهم زوينين، بقى غير نتفليكس هو غادي يبدا يطلع ان شاء الله، مي هادو كاملين تا يضربوا تيك بروفيت ديالهم. رجعوا للجولد، الجولد غادي يمشي النقطة ديالنا اللي بغينا ان شاء الله. غادي نحاول نصغر اللوت سايز هنا لان عندي احس غادي يزيد يهبط، تا يهبط لتحت غادي نزيد نكبرو. دونك هنا ممكن دخل هبط، غادي ندير تيك بروفيت هنايا صغير ونقابلو. فوالا ادوب، عندي ادوب راه غادي مزيان، تسلا غادي مزيان، نتفليكس مازال مي قريبة، جولد ها هو غيطلع. دونك حد الان عندنا 7 فاصلة ما عرفت شحال باوند ديال الربح، غنخليهم يعيشوا شوية. انا اش كندير الصراحه، كنبقى نخدم هكا نسد غيان ونخرج في الجولد سيرتو في الستوكس، كنخليهم شويه يضربوا تيك بروفيت ديالهم. بهاد لي بتيتر اللي كندير هكا زي كل واحد نربح فيه 3 4 دولار 5 10، كنخرج بالنهار ديك 30 50 دولار مزيانه باش ما كنضيعش فيها الوقت بزاف. او ثاني هذا هو الاشكاليه الوحيده. دونك كما كتشوفوا تسلا 800 دولار، ادوب 7 دولار، نتفليكس كيلكو سنتيم. دونك ما كنغامرش بديلو كبار لان الكابيتال صغير، باش تكونوا عارفين هذا غير حساب باش ندير فيه فلوس بزاف، غير باش نوريكم كيفاش كنتريدي وصافي. صراحة توحش نتريدي لايف هكا قدامكم ونشوف الامور كيفاش غادية. دونك جولد مازال ما عطلش شوية نخليوه. تسلا غادي مزيان، كلشي غادي مزيان، وادوب 15 باوند تقريبا 200 درهم هنايا دربح. الجولد الوحيد اللي مازال عاكس، مي يقدر يفتح لي هاد الباي ليميت اللي كاينه هنايا ويعاود يطلع. نتفليكس راه غادي، هادي استراتيجية زوينة الصراحة كنت باغي نهضر لكم عليها. شحال هادي هي لا استراتيجي دي جاب، ومزيان طحنا فيها هاد النهار هذا. دايما ملي تيكون شي جاب سوا او سي ولا سوا بي سي، خاصك تعرف بان غادي يعوضو. يعني هنا دار هاد الجاب هذا هنايا، هبط لتحت، خاص تكون مديقن 100% بانه غادي يرجع يشد هاد البري كامل، غادي كي كنسميوه غيسد الفجوه ديال الكاب. اوكي ممكن نشوفو بزاف ديال لي زيكزامبل. شوفوا ها هو كاب بي سي هنايا، ها هو تسد مع هادي فهمتي، ها هو كاب او سي هنايا، ها هو طلع شويه عاود تسد، ها هو هذا كاب بي سي مازال ما تسد، يعني بقى غادي غير في الهبوط، مي غادي يعاود يرجع. كون اكيد غادي يعاود يرجع. دونك نحاولوا نبقاو مكونسونطرين عافاك مع لي بوزيسيون ديالنا. راه وصلت ل 20 دولار الربح. الجولد تاكتيفا ليا الباي ليميت ديالي، وراه عوت ليا الاولى الاخرى بالخساره اللي كانت في خساره. دونك شتيها كانت هنايا تاكتيفات، دونك راه ولاو عندي جوج ديال الجولد هنايا، الاخرى صافي كنظن غادي نسدهم عليا، نسيت نزيد غير شويه يطلع. كل شيء في الربح الحمد لله. دونك دراري ما غنطولش، الله يخلف الله يخلف، راه كاين يعني هذا اللايف هذا. انا صراحه عندي ما يدار، دونك كنت باغي غير نوريكم شي شويه، وصراحه غير علاش سديت داك نسيت شي. ملي كتكون لايف كتكون دي كونسونطري، ما كانش خاصني نسد هادو داك تيسلا وداك الشيء. ماشي مشكل، نتفليكس نعاود نحل فيها، نحل فيها بشي حاجه قليله ونخليها ضرب لونغ تيرم ان شاء الله. فوالا صافي مزيان، غادي نخليها تي هادي. شي لاخر ديجا طلع بزاف تيعاود يهبط، وغنعاود نحل فيه. الارباح اللي حققنا كنا كانت عندنا تقريبا 61، ضربنا 30 يوم دونك وصلت 92. دونك هما هادو، انا كيبين لك البورسونتاج ديال شحال دخلتي. فوالا دونك تقريبا بغيتي تشوف اليوم كدير هادي، كدير بيريود بيرسوناليزي، غتجي لهنايا غادي دير من 17 ل 19. يقول لك شحال ربحتي اليوم، لا هادشي يومين لا تسمحوا لي، غنديرو من 19 اليوم. بغا يحشمنا دابا هذا، هذا بغا يحشمنا هذا، غنديرو من 18 اسيتي. يلا دونك هادشي اللي ربحنا اليوم، من البارح واليوم 77، اليوم كانت فيها 30. دونك كيف قلت لكم كل نهار كنحاول نضرب 30 50، هذا هو البلان ديالي. ما كنطولش بزاف في السوق،
دغيا تندخل وتنخرج. مثلا اديسكا ادوب شوف واش طلعتني شي دخله اخرى. لا الله يجعل شي بركه صافي، الله يجعل شي بركه، ما نكونوش طمعانين. تنشوف واش دخله زوينه، غنبقى مكمل غير في الجولد الصراحه. الجولد هانتوما كتشوفوا تشوفوه فرش خناق مزيان بخير. نعاود نزين بابا يهبط، نعاود نحط واحد الباي ليميت في بلاصتها، غادي نعاود نفس الحاجه. كنبقى ديما كنعاود نفس الحاجه، غنعاود ندير باي ليميت هنايا لان ديك النقط دائما كيتضربوا تنربحوا. دونك اش غنضيعها؟ الفوليوم غندير ما غنغامرش بزاف، غندير 0.5. البري غنديرو فين؟ غنديرو هنايا 1812، 1812 90. عندكم تزقلو دوك الفاصيلة لأن راه مهمة. اوكي تيك بروفيت غنديروه 1814، غنقدو من بعد 1811. ما تنساوش هادي كيف ديما فوالا اي كنفونسيون. دونك دابا غادي نقاد ستوب لوس ديالي، غادي نحطو لا هذا تيك بروفيت ديال شي واحد اخر، هذا ستوب لوس ديالو، وهذا غادي نجيبو سيبور ناقص 4 باوند، وهنا غادي نربح شحال 5 باوند مزيان عليا. اوكي دونك هادشي اللي كاين، ديما غنبقاو نعاودو نفس الحاجة نفس الحاجة، كندخلو ارباح فيت في صغار وليني بكثرة. هذا هو المهم، هذه الاستراتيجية اللي كنخدم بيها الصراحة انا يوم. دونك هذا ما كان كما كتشوفوا طريقة سهلة، هذا الشيء اللي كنت ديجا كنت وريتهم في اليوتيوب هو اللي كندير. ما خدمتش الفيو اب هنايا لان خدمت غير كنسكالبي، ما كنديرش دي تريدينغ. هذا ما كان. دونك نتمنى تكون الفيديو عجبتكم بزاف، ما تنساوش تخليو في لي كومونتير باش تشجعوني ندير لكم فيديوهات بحال هادو. المهم فرقعوا لي بارطاج عافاكم الدراري، لي لايك كومونتي وبارطاجيو، نشوفو ان شاء الله في فيديو ماجيه كيف ما كانت. وما تنساوش تبعوني في انستغرام. يلا تشاو وتهلاو في راسكم. هذا ما كان، نرجعوا فيديو ماجي ان شاء الله.